نتحول إلى اليمن الآن، حيث أعلنت مصادر في المقاومة الشعبية مقتل 34 مسلحا وإصابة العشرات من الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح في غارات لطائرات التحالف العربي في محافظة تعز. وأوضحت المصادر أن الغارات استهدفت مواقع في شارع 30 ومنطقة حزران في المدينة، وأسفرت مواجهات أخرى عن مقتل 3 من مقاتلي المقاومة وجرح 7 آخرين وفق المصدر ذاته. على صعيد آخر، قالت مصادر عسكرية يمنية إن قوات التحالف زودت الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية ب 85 آلية عسكرية حديثة للاستعانة بها في معارك فك الحصار عن تعز واستعادة المحافظة من قبضة الحوثيين وقوات صالح. عبر الهاتف ينضم إلينا من تعز الصحفي تيسير السامعي. سيد تيسير، كيف يبدو ميزان القوى في تعز اليوم عقب تسلم المقاومة الشعبية لدفعة جديدة من الآليات العسكرية؟ نعم اختي، اعتقد ان ميزان القوى سيتغير بعض الشيء خلال الايام القادمه، لا سيما ان المقاومه الشعبيه خلال الفتره الماضيه كانت تحقق انتصارات كبيره، لكن لا تستطيع تحقيق انتصار كافح بسبب فارق التسليح التي كان بينها وبين الميليشيات الحوثي. ميليشيات الحوثي كانت تمتلك السلاح الثقيل، بينما المقاومه لم تكن تمتلك هذا السلاح، وكان هذا هو الذي اخر الحشد. رغم ان المقاومه الشعبيه تمتلك الحاضنه الشعبيه في المدينه، لان ابناء المقاومه الشعبيه هم من ابناء المدينه، بينما الميليشيات هي ميليشيات قادمه من شمال الشمال. اعتقد ان الان بعد وصول هذا العدد الكبير من المدرعات القادمه التي قادمه من قوات التحالف، ربما تغير مواجهة القوى وتتمكن القوات المقاومة الشعبية من فك الحصار ودح هذه الميليشيات. نعم، شكرا جزيلا. المبنى تعني في المرحلة. شكرا جزيلا لك من تعز الصحفي تيسير السامعي، وعذرا على المقاطعة لضيق الوقت.